نعم يا ابوي. تعال يا ولد. نعم ابوي. فاكر مكان الحريم اللي كنت رحت عندهم زمان؟ يوه، حريم ايه بس يا ابوي، انت مش عاوز تنسالي ابدا؟ بالعكس، الدور دي عاوزك تفتكر. افتكر؟ مش فاهم. افهمك، جرب. الجماعه دول استغفر الله العظيم ياخدوا كام ويعملوا اللي احنا عاوزينه. نعم، ياخدوا كام ويعملوا اللي احنا عاوزينه. انت عاوز ايه بالظبط يا حاج؟ مش اللي في دماغك يا ولد مندى. حماد. نعم يا ابوي. تعال يا ولد. نعم. فاكر مكان الحريم اللي كنت رحت عندهم زمان؟ يوه، حريم ايه بس يا ابوي، انت مش عاوز تنسالي ابدا؟ بالعكس، الدور دي عاوزك تفتكر. افتكر؟ مش فاهم. افهمك، جرب. الجماعه دول استغفر الله العظيم ياخدوا كام ويعملوا اللي احنا عاوزينه؟ نعم، ياخدوا كام ويعملوا اللي احنا عاوزينه. انت عاوز ايه بالظبط يا حاج؟ مش اللي في دماغك يا ولد مندى. اقعد افهمك. اسم الله عليك يا حاج، سلامتك. ما عرفتش غير دلوقتي يا حبيب. الله يسلمك يا سيد. اختك توحيد هتسلم عليك. الله يسلمك ويرحمها يا سيد. ايه اللي جرالك يا حبيب؟ رصاصه في صدري، كان بينها وبين القلب 3 سنتي. زي اللي جات في توحيد. زيها يا سيد، بس التانية جات في القلب بالظبط، صح؟ أسباب يا سيد. ربنا يديك طولة العمر يا حاج. عارف يا حاج، من يوم الرصاصة ما جات في صدر توحيد ولا عيان قوي. لا عيان ولا حاجة، أنت زي الفل. معاك فلوس؟ أروح البيت أجيب لك في دقيقة. اقعد راجل، تروح فين؟ انت عاوز فلوس؟ اصلك قفلت الورشة. اعمل ايه بيها الفلوس؟ ده انا جاي عشان اديك نسخة من مفتاح البيت. ليه يا سيد؟ عشان تسأل عليا لو وحشتك. خلي مفاتيحك معاك، هسأل عليك وهجوزك كمان. الوحدة عفشة. ومين قال لك اني وحداني؟ معاي توحيد. ومال برضه تجوز؟ مالها البت؟ بت مخلص، جوزها مات يا رخل. دخينا قهوة يا حاج، ده عايزة جمل يشيلها. وانت جمل يا سيد. بص يا محمد، احنا عايشين بالحبايب، لو راحوا متنا. سلام عليكم يا حاج. الروح ما شبعت من النوح، والكسر ما لهش جابر. طولت يا طلعت الروح، وبعيد يا جبر الخواطر. طولت يا طلعت الروح، وبعيد يا جبر الخواطر. عامله ايه يا نوره؟ الحمد لله. ابوك رايق دلوقتي؟ كويس، وبيسلم عليك. الحمد لله. ايه، مش تعملي حاجه اشربها ولا ايه؟ يا سلام، انت هتتغدى معايا النهارده؟ والله فيك البركه يا نوره، جعان والله. ده يوم حلو قوي اللي سجك عليا يا حماد. فين محمد الصغير؟ هاتيه اسلم عليه. في اوضته فوق. اطلع. هو انت غريب؟ لا يكون حماجي فوق ولا حاج. لا مش فوق. طيب انا هطلع اجيب محمد. هو الحمام فين؟ فوق على اليمين. Thank you.
الله يسلمك يا سعاده الباشا. لا الحمد لله جت سليمه. موضوع ايه اللي عاوزنا نسلف نظر عنه؟ ايه نتنازل عن الانتخابات؟ ليه ان شاء الله نتنازل عنها لفؤاد بيه؟ ليه يا باشا؟ ايه اللي جد؟ عشان اتضربت بالنار لازم ابعد؟ مش طبع يا باشا. لا لا عندي ولا حاجه، انتوا على عيني وراسي من فوق. بس ما ينفعش يا باشا. ايوه انتوا عارفيني انا ما ارجعش ابدا حتى لو وقفت لوحدي. ده اخر كلام عندي. في امان الله. في امان الله. مع السلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا يا ولد العم. اهلا يا ابو زكي. ايه عملتوا ايه؟ لفينا البلاد كلها. كويس. يوم الاثنين ان شاء الله يوم الانتخابات عاوز المندوبين بتوعنا اللي معاهم توكيلات رسميه يقفوا جوا اللجان بادب واحترام ومفيش ضرب نار. ومهما حصل محدش منهم يسيب مطرحه جوا اللجنه. لو على جبالنا كلهم مفيش مشكله. انما اللي اسمه فؤاد بيه دي هيصرف بعبط. هيرمي فلوس ملهاش اخر. يصرف يا ولد زي ما هو عاوز. المهم مين اللي هيكسب؟ قالوا لي ان امبارح كان هيرمي الفلوس على الناس من بلكونة الفيلا بتاعته. فلوس تترمي من البلكونة؟ يعمل اللي هو عاوزه. المهم زي ما قلت لكم المندوبين بتوعنا محدش منهم يسيب مطرحه في اللجنة. وأنا إن قدرت أجي هاجي. أنا رأيي يا أبوي نسيبوا الراجل المجنون ده يصرف فلوسه وإحنا نصرف نظر الدور ده. نصرف نظر؟ اسكت اسكت يا جود. ليه؟ احنا ما عندناش فلوس. انا مستعد ادفع في كل صوت 5000 جنيه يا ابو زكري. كتير يا ابو العم. ولو ما كسبناش حنجيب الفلوس دي منين؟ إيه؟ هتدفع قرش من جيبك يا ابو زكري. انا هحضر المبلغ اللازم لكل صوت. والحاج احمد لو كسب هيجيب المصاريف دي كلها. مش حكايه مصاريف يا ابو زكري. ما دام وقفت في حاجه يا تبقى كده يا بلاش. انا صاحي من الصبح ومعاد نومي جه. السلام عليكم. استنى ابو زكي. ايه مش هتساهم مع احمد ولد عمك يعني بنص مليون جنيه ولا حاجه؟ ده انا ساهم بروحي. انما حكايه الفلوس دي تقيله على قلبي شويه. السلام عليكم. يا كامل مالك؟ ماليش يا ابوي بس انا عاوز امشي. اتضايقت يعني من حكايه الفلوس دي؟ انتوا احرار، الموضوع كله ما يخصنيش. يا ولدي انا بلاعب ابو زكري. انا متاكد انه دلوق بيكلم فؤاد بيه وبيقول له ان انا هدفع 5000 جنيه في الصوت الواحد. الو رد رد يا فؤاد رد يا ولدي. ايوه يا فؤاد بيه. لا حينسحب ولا نيله. دول سمعوا انك عتصرف كتير. الحاج محمد قال حصرف اكتر. حيدفع في الصوت الواحد 5000 جنيه.